صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير على الجميع. الكلام النهاردة مش مترتب وصعب يتقال، وحاجة صعبة جدا اللي بنشوفها الأيام دي. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انت شفتني في الفيديو اتكلمت، والواحد حاول يعبر عن اللي جواه، لكن الكلام اللي اتكلمت فيه الحقيقة مش حاسس انه يكفي الموضوع واهميته وحساسية الموضوع اللي انا شايفها بصراحة كبيرة جدا جدا. إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم على إيد طالب عشان كان في مناقشة، طالب اسمه أبانوب عماد، مش هغلط أنا بس هقول عليه إن هو بغيض، مش قادر أقول غير كده، إنه بيغلط في أشرف خلق الله. والحقيقة ان القصة بقى يعني ايه، مش وليدة اللحظة، القصة مش من دلوقتي ولا من فترة قريبة، القصة من زمان، القصة ناس كتير اوي اوي سكتت عنها، سكتنا عن اهانة الرسول صلى الله عليه وسلم في كاريكاتير من 2005 كان عن طريق الدنمارك، سكتنا لما فرنسا تمادت في اهانة الرسول صلى الله عليه وسلم، سكتنا لما واحد كان زي اسلام البحيري برضو تمادى في الكلام، تمادى. الحقيقة انا اصحابي كتير جدا، مش عارف اقول مسيحيين او نصارى، بس مسلم ومسيحي واحد، كلنا عايشين تحت مظلة مصر، ده اللي أعرفه. إنما الدين لله أولا، يعني ربنا هو اللي بيحاسب أي إنسان، لكن عمرنا ما شفنا إننا بنتعدى أو بنتخطى في حق بعض بالنسبة للأديان. الإسلام دين الحق، والإسلام بس للأسف واحد زي أبانوب عماد ده اللي لازم تتم محاسبته وحساب شديد جدا جدا، ما يعرفش حاجة عن الدين، سواء الدين المسيحية أو الدين اليهودي أو الدين الإسلامي، لأن ده واحد بغيض كل همه إنه هو يطلع الحقد والكره اللي جواه، مش للدين الإسلامي، مش لأي أديان أخرى، هو بيكره نفسه وبيكره اللي حواليه واللي حواليه بيكرهه. أنت يا ابني تعرف يعني إيه الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله؟ تعرف يعني إيه أشرف الخلق؟ طبعا أنت منتظر إن أنا هكلمك في الكورة، طبعا انت منتظر ان انا هقول لك مين اللي انتقل للاهلي ومين انتقل للزمالك ومين انتقل مش عارف لايه والايه والايه والايه. انا بس عايزك تشير اللايف ده عشان واحد زي ابانوب عماد يعرف حجمه الحقيقي، يعرف ان في ناس بتدافع عن الحق، مش هقول لك بس عن الدين الاسلامي بس، لان اكيد ودول موجودين مسيحيين اخواتنا ما يرضوهمش اللي قالوا واحد زي ابانوب عماد ابدا، اللي تجاوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى اللي هو اغلى من اي بشر في الدنيا دي كلها. فالقصة ان احنا هنا
مش بنتكلم على أديان، إحنا بنتكلم على إنسان بغيض تجاوز في حق أشرف الخلق، واللي عن طريقه واللي عن طريق أمثاله بيتم صنع فتن. ولكن مصر هتفضل مصر، وعمرها ما هيكون فيها فتنة ما بين مسلم أو مسيحي، مسلم ومسيحي إيد واحدة من زمان، الهلال والصليب إيد واحدة من زمان، وياما كانوا في حرب 67 وحرب الاستنزاف وثورة 52 وثورة 2010 و2013 ويونيو 2013 وغيرها وغيرها، كانوا إيد واحدة وبيساعدوا بعض. وشهر رمضان الكريم النصارى بيعزموا المسلمين، والمسلمين في عيد المسيحيين المجيد بيعزموا، والنصارى كمان بيصوموا أوقات كتيرة جدا جدا، وبيصبروا على نفسهم لما بيكون معاهم إخواتهم المسلمين شغالين معاهم عشان ما يحسسهمش بنقص أو ما يحسسهمش بالجوع، لأن الجوع برضو غريزة، فبيحترموا ده. فمش واحد زي أبانوب عماد هيتكلم ولا هيكون له حتى بصمة في إنه يعني يسبب فتن ما بين مسلم ومسيحي. انت عشان كنت يا ابني في مناقشة بتتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا، انت مين؟ انت مين؟ هو ده الاخ اللي كان بيهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم وبيتهمه بالزنا. منورنا يا استاذ احمد، قول لنا ايه رايك، قول لنا ايه رايك في اللي بيحصل ده. ما اذا كانت الكوره واذا كانت اللي يعني اللي المتاهه اللي احنا بقينا فيها دي هتبعدنا عن الدين، ونسمح لواحد زي ده انه يهين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهين المسلمين؟ مش هقول لك يهين المسلمين، هو بيهين العالم كله، لان العالم كله اغلبه مسلمين. ومش بتكلم في حته اديان، لا بتكلم في حته ده انسان بغيض بيكره نفسه. بيكره نفسه. شوف بيقول لك ايه، ممكن تسكت عشان انت بقى انت عيل تافه ولازقه زي رسولك اللي مش عارف اقول مين ده، مين ده؟ يا ابني روح شوف كذا، انت اقرا يا جماعه، عشان انا مش قادر اتحمل اني اقرا كلام زي كده. انت مين يا ابني؟ وصلوا اللايف ده على قد ما تقدروا. مين ده عشان يهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهمه بالشكل ده؟ فين المسؤولين؟ فين دور المسؤولين ان هم يقبضوا على واحد زي ده؟ واحد زي ده لازم يتعدم في ميدان عام. عمري ما هقارن، مش هقرا الكلام طبعا، عمري ما هقرا كلام ده زي ده يا استاذ احمد. ده كلام واحد مريض نفسي متخلف. انت سيادتك جاي عايز تعرف اخبار الاهلي والزمالك، طب يا سيدي شوف خبر من اخبار الاهلي، وغلطه زي ما غلط الزمالك السنه اللي فاتت في صفقاته، الاهلي بيقدم 30 مليون جنيه عشان يجيب محمود حماده فقط عند في نادي الزمالك عشان نادي الزمالك. طب وخد دي، محمود حماده ادى الزمالك على دماغه وعايز الاهلي، ولسه الكلام ده من شويه جاي لي. جو ده عايز تسمعه؟ ولكن انتم مغمين عينيكم وودانكم عن واحد زي ابانوب عماد ده، مش اللي بيهين رسولنا بس، لا اللي يعني هو بيهين نفسه وبيهين بلده عشان لما يطلع من واحد مصري كلام زي كده.
ومش عارف اقول ازاي، مش عارف انا بطلع ازاي واقول ان ده واحد مصري اساسا. مصر اللي خرج منها فتوحات اسلاميه لا حصر لها، ام الدنيا فيها واحد نكره بغيض زي ابنوب عماد بيهين الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهمه بالزنا. مين الحقير ده؟ مين ده؟ احنا بقينا فين؟ كله بقى من الغرب رسم كاريكاتير وكلمات وسب وإهانة من فرنسا. بدلوقتي بقت تتحول لمصر ازاي؟ آفة بتتحول وتنتشر في مصر ازاي؟ عايز افهم الانسان ده جاله، او مش عارف اقول ازاي، انا مش عارف ازاي بقول عليه انسان، ده مجرد من كل المشاعر والمعاني الانسانية، مجرد من كل شيء. لما يهين اشرف الخلق واشرف الخلق واحسنهم وافضل منك، يا بغيض يا كريه، مش عارف اقول لك ايه. انا لساني لو اتكلم والله العظيم مش عارف اقول لك ايه. انا والله العظيم ثلاثة حاجة انا عمري ما شفتها في حياتي، اقسم بالله حاجة عمري ما شفتها في حياتي ولا هشوف زي كده. ارجوكم شيروا اللايف ده، لان حرام بجد، حرام بجد يا جماعة ان واحد زي ده يكون له ايد في صنع فتنة ما بين مسلم ومسيحي. انا مش عارف بجد مين ابنوب عماد ده، ويعني ايه مناقشة تتحول الى إهانة وسب وشتيمة. وهل الأخ ده هيتساب كده؟ الاخ ده جاي دلوقتي ايه بيتحجج انه ايه ان هو ما تحملش شتيم الدينه. هقول لك على حاجه يا بنوب يا عماد، مفيش مسلم ابدا على حق ويعرف دين الحق يشتم الدين المسيحي، لا يمكن. لو في واحد عمل كده فهو برضو انسان مجرد من كل المعاني. مش هطلق عليه، مش عارف اقول ايه برضو. دي اديان سماوية، ويبقى الدين الاسلامي هو دين الحق، هو الدين اللي منع الرقة واللي اعطى للمرأة حقها واعاد لها حقها للمشاركة مع الزوج او الرجل في العمل، وتكون مناصفة ما بينه وما بينها. فأنا مش عارف بصراحة أبانوب عماد ده هيتم السكوت عنه كده عشان كلمتين الاعتذار اللي نزلهم، ويقول لك أنا كنت زعلان عشان ديني اتهان. لا يمكن يكون في مسلم أهان دينك، أنت وأمثالك اللي بتفتعلوا الحاجات دي عشان تصنعوا فتن وتطلعوا ترندات. وانت عامل كده عشان انت عارف اننا مجبرين اننا نتكلم في موضوع زي ده.
انت بتهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم، اشرف الخلق، واللي نزل برسالة الاسلام من عند ربنا، واللي كان هو رسالة الرحمة للمسلمين، رسالة العدل والحق والأمن والأمان، مش للمسلمين بس، للعالم ده كله. اللي الغرب بيعمله بعاداته، أو نقول بطرقه، أقول لك بيعملوا بإيه؟ بيعملوا بتقاليد الدين الإسلامي، اللي المسلمين برضو كتير ما يعرفوش عنها حاجة، واللي بيعملوا برضو بتقاليد دينك اللي انت ما تعرفش عنه حاجة. اللي انت ما تعرفش عنه حاجة. بكل أسف احنا وصلنا لدرجة ان بقى عندنا بقى ملحدين، وبقى عندنا شوية ناس تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقى عندنا شوية يقول لك انا مرسل من ربنا، وانا نبي، وانا ما اعرفش ايه. وفي النهاية لازم إعدام الراجل ده بعد الإساءة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رب الناس تسمع، ويا رب إن المسؤولين يعملوا بده رسالة مننا للنائب العام لوزارة العدل، رسالة مننا للأزهر الشريف. لازم لكل لازم أي حد بيسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لأي حد من الصحابة عليهم السلام رضي الله عنهم، يكون في حساب، يكون في عقاب. هو الكلام ده لو حصل في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم في السعودية كان هيتسكت عنه؟ لازم إعدام، أنا مش عارف أقول إيه، بس لازم حساب الراجل ده. مع ان انا غلط، انا اسف اني بقول انه راجل، ده اقل ساقطة اشرف منه 1,000,000,000 مرة. اشرف 1,000,000 مرة منك يا بنوبي عماد. انا عايزكم بس توصلوا اللايف ده على اوسع نطاق تقدروا عنه، تقدروا عليه، عشان يوصلوا الفيديو ده، عشان نعرف بقى مين ابو نوب عماد ده ومين اللي وراه، مين اللي ورا واحد زي ده يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. ما انتوا بقى همكم الكوره بس، بقيتوا تقولوا ما نشجعش اهلي ونشجع اسرائيل، بقيتوا تقولوا ما نشجعش زمالك ونشجع اسرائيل. ما لازم تلاقوا واحد زي آفة زي ابو نوب عماد، لما تقول ان انت ما تشجعش بلدك، نادي بيمثل بلدك وتشجع اسرائيل، يبقى لازم نلاقي ناس زي دي. انتوا منتظرين ايه؟ لما تفرح في حد بيمثلك، بيمثل بلدك. ما هو اللي بيحصل ده برضه من عدم الدين والضمير، انعدام دين وضمير، انعدام حق. بنشوف العجب، وكل ده عن طريق ايه؟ مصاطب اعلامية رخيصة تطلع في قناة
تتكلم وفي قناة تانية تتكلم بشكل ودي وعادل وتمام جدا. المصاطب اللي اتسببت في 74 شهيد في بورسعيد، اللي تسببه في حادث الدفاع الجوي، كل ده نتيجته انه يظهر لنا واحد ويخلق لنا واحد للنور زي ابانوب عماد. ما القصة مش دين بس، هنقول ايه يا استاذ سيد؟ كلنا على علم بده. الرسول صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق المرسلين، اشرف البشر، سيد البشر، سيد الخلق. فما تزعلوش بقى لما يظهر حد زي ابانوب عماد، وهيظهر غيره كتير، وانتوا السبب في ده، انتوا السبب في ده، انتوا السبب في موت ولادكم في حادث بورسعيد 2012، انتوا السبب في حادث الدفاع الجوي. سلبيتكم وانكم بتشجعوا الاجانب وبتشجعوا الاطراف الاخرى ان هم يدوسوا على اولاد بلدكم وتقبلوا ان هم ينتصروا عليكم، هو ده السبب او احد الاسباب اللي من ضمنها اسباب كتيره جدا جدا جدا، ولسه هتشوفوا زي ابانوب عماد ده كتير جدا جدا جدا. ما انتوا بتخوضوا في شرف اللاعبين وزوجاتهم. انت مش انت شك... انتوا مش انتوا شيكابالا ووالدته المتوفيه؟ مش انتوا عماد متعب وزوجته؟ مش انتوا حازم امام وزوجته؟ مش انتوا امام عاشور واتكلمتوا على زوجته؟ عايزين ايه؟ ما لما انتوا تعملوا الاول بتعليم الاسلام والشرائع لومه واحد زي ابانوب عماد. كل واحد، انا اول مباراه دخلتها في حياتي لمنتخب مصر كنت اسمع بودني بسمه، عارف على ايه؟ على باسم مرسي. لما انت بتنادي لاعب راجل باسم ست، عايز ايه تاني يا راجل؟ ده ربنا بيقول لك لعن الله المتشابهين من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء، عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ منتظرين اخبار الكوره؟ طيب يا سيدي، شوف النادي الاهلي عشان لعيب واحد عايز يمشي اربع لعيبه، عشان لعيب واحد أدا بفصله في اربع لعيبه. خبر قلناه امبارح والحمد لله انفردنا بيه، يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتك يا ارمط، يا فرحتك يا ارمط، انفراد جديد ليا. شو ده اللي انتوا عايزينه؟ طب افرح يا ارمط، افرح افرح افرح، هو ده اللي انتوا عايزينه، تسمعوه بس وخلاص. لكن تبصوا على دين، تبصوا على حاجة تاني، ما تبصوش. انتوا قدام كرة القدم يا راجل، ده انتوا حتى المنتخب ما بقيتوش تشجعوه، والله العظيم ثلاثة حتى المنتخب ما بقيتوا تشجعوه، كنتوا ايد واحدة في أمم أفريقيا اللي فاتت، الأهلاوي والزملكاوي كانوا إيد واحدة على القهاوي، ومن بعدها مفيش أسبوع كله بيضرب في بعضه وبيشتم في بعضه بالأب والأم والأخ والأخت. لما أسمع رئيس نادي بيسب ويشتم ويلعن ويضرب يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ عايزين نبقى فين؟ عايزين ازاي الغرب اللي زي فرنسا ما تشتمش؟ او ازاي مش عارف اقول ايه؟
مش عارف اقول ايه. لو صفع بالنعال على وجهه لتلوثت النعال من وجهه قبيح. عندك حق، بس القصة كلها مش في ايد ابو نوب عماد، القصة كلها في ايدنا كلنا، اننا نرجع للطريق الصحيح. وانا اولكم، انا اولكم. انا اوقات كتير بعيد عن ربنا، مش ملتزم معاه، بس ده ما يعنيش ان انا اقبل اهانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اقبلش برضه لو حد من ديني او شخص عادي يهين الدين المسيحي او الدين اليهودي، لانها اديان سماويه نزلت. ولان ربنا في النهايه هو اللي بيحاسب. انا مش نبي ولا انا ملاك عشان ما اغلطش، لا انا بغلط عادي، لكن اللي بيحصل ده بقى اوفر قوي، بقى مبالغ فيه جدا، ان كل شويه واحد يهين الرسول صلى الله عليه وسلم، يسب ويشتم ويقول يمين وشمال ويتم السكوت عنه، ده مش ممكن السماح بيه ابدا. لازم يبقى في حساب وفي عقاب، ولازم يكون عقاب رادع لكل من تخول له نفسه انه يهين الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهمه بالزنا. تعرف يعني ايه بتتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا؟ يعني انت بتتهم امه محمد كلها. فانت مين؟ ابا نوب عمان ده مين؟ ومين اللي شهره بالطريقه دي بدل ما يكون سبب في انه يتقبض عليه؟ هو احنا هنوصل لحد فين؟ هنوصل بجد لحد فين؟ هو احنا عارفين ان يوم القيامه قرب، وقرب من اقرب اي وقت تاني. الكلام ده من فتره، من ايام، ما احنا غافلين بقى، احنا غافلين بقى، مش عارفين حاجه خالص. ما شاء الله، الله اكبر. كل اللي مركزين فيه اهلي وزمالك وكوره، ومش ومين راح ومين جه ومين بيعمل ومين بيسوي، وعايزين نعرف اخبار الصفقات بس. وحتى منتخب بلدنا ما بقيناش نتابعه خالص، وعشان فريق رفع رايه بلدي ورايح للمره التاسعه بيشرف بلدي، لدى فريق ابن لذينه، فريق صهيوني، بيكسب وبيلعب بالحظ ودلوعه. ما لما تقبل ان ابن بلدك يتهان ويخسر، يبقى انت بتقبل ان دينك يتهان وبدون كلام وبدون كرامة. لما تقبل وتقول على نفسك ان انا اشجع اسرائيل وما اشجعش اهلي او زمالك، يبقى انت لازم تبقى في الحال اللي احنا وصلنا له ده. ابو نوب عماد طالب في جامعة الزقازيق كان في مناقشة مع أحد مع بعض الأشخاص، وأهان الرسول صلى الله عليه وسلم، واتهموا بالزنا، واتهموا بشرفه، ومش عارف أقول إيه. لا أدخل في دي في دي يا أستاذ خالد، أدخل دي في دي وأدخل دي في دي غصب عن أي حد، لأن اللي يقبل يقول على نفسه إنه أني أشجع اسرائيل وما شجعش اهلي او زمالك، اشجع اسرائيل اللي قتلت اخواتي وولادنا وجدودنا اللي سالت دمهم في 73 و67، واللي بيسيل دمهم لحد دلوقتي،
اللي بطل زي محمد صلاح اتقتل على ايد شوية ناس رخيصة عشان كان بيدافع على أرض البلد دي، عشان كان بيدافع على أرض البلد دي يبقى لازم أدخل دي في دي. لما أقبل إن ابن بلدي يخسر وأشجع إسرائيل الحلقة بلدي يبقى لازم أدخل دي في دي، دي ما تنفصلش عن دي أبدا. الدين والرياضة والسياسة في قالب واحد ما ينفصلوش عن بعض أبدا. لا دي عاملها أمك ياض، يلا ياض من هنا ياض. ما بص مش انا مش هسكت على حد بصراحة. ها مش هنسكت، إهانة الرسول والله ما هنسكت عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق المرسلين وسيد الخلق، وانت لو بتقبل على نفسك انك تشجع إسرائيل، لو هتفرح في أهلي إنه يتهزم من فريق إسرائيلي أو الزمالك يتهزم من فريق إسرائيلي، وده مش مثال، ده مش مثال أبدا. لا ده أنت يلا بالأخلاق، أنتوا اللي بالأخلاق. الله في سماه ما هنقبل ابدا اهانه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هنقبل ولا هنكون، لا يكون على رقابينا. وانت اللي حبيبي اللي شايف نفسك اطلع من الصفحه احسن لك. لان ههينك وههين اللي يتشدد لك عشان انا عارفك. موضوع بنوب لازم واقفه ليه، انما موضوع الاهلي مقبوله. طيب انتم كاعلاميين لماذا لم تتكلموا لما الزمالك كان بيلعب سان داونز والاهلاويه بقوا يقولوا افريقيا سان داونز؟ ما حدش فيكم اتكلم، خفتم من جمهور واعلام الاهلي ليه؟ لا دي المصاطب الاعلاميه هي اللي بتخاف. انا ما بخافش يا بابا، لو انت داخل عندي هنا يا استاذ خالد وعارف ان انا بخاف يبقى انت غلطان. انا ما بخافش من حد، انا الاعلام الوحيد في مصر اللي واجهته مرتضى منصور في وشه واتكلمت معاه. انا اللي هسيب منك اذا زملكاوي ولا اهلاوي؟ انت اهلاوي وزملكاوي عندي هنا واحد. انا اللي داخل اتكلم علشان اهلي ولا زمالك؟ الاهلي والزمالك يتحرقوا في بعض، يخبطوا في بعض. انا جاي داخل اتكلم عشان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيتهان. انت لو همك كرة واهلي وزمالك يبقى اخرج من هنا. يتحرق الاهلي على الزمالك اذا كان هنقبل اهانة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هتعمل لي ايه الكرة؟ وهتعمل لي ايه الرياضة؟ ده اذا كانت فيها رياضة اساسا. لا يا استاذ محمد، الاهلي والزمالك واحد، والاهلاوي فاهم والزملكاوي فاهم، وكلنا واحد. لما الاهلي بيلعب باسم البلد دي يبقى بيلعب باسم البلد دي، لما بيترفع الرايه بتترفع رايه مصر اولا واخيرا. لما الزمالك بيلعب بيلعب باسم البلد، ما بيلعبش باسم الزمالك، لان الزمالك ما صنعش نفسه، اللي صنعه البلد. والاهلي والزمالك هما بيبقوا امتداد للمنتخب، واللي مع اللعيبه بتجتمع باسم مصر.
مصر اللي فيها فتوحات إسلامية بعدد شعر راسك. فيرد نستوعب ونفهم اللعبة الحقيرة اللي تتلعب علينا من الغرب، واللي بينفذها واحد جاهل ملوش أي 60 لازمة زي بنوب عماد، واحد بغيض كاره نفسه وكاره اللي حواليه، عايز بس يهين الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهمه بالزنا ويتهمه ويتهمه ويتهمه. انا قلت انا لو قلت الكلام اللي مكتوب انت هتشتمني. انا ما تربيتش على ان الاهلي والزمالك اتنين، انا تربيت على انهم واحد بيمثلوا بلدي، بيمثلوا بلدي. أبنوب لازم وقفة لأنه بيعمل فتنة، والمسلم والمسيحي في مصر أخوه ضد إخوة ضد أي معتدي على مصر، ولن ننجر وراء الأقزام. عندك حق يا أستاذ خالد، شو عمل لكم عملوا لك الغرب. لا ما أنت يا حبيبي، بس عشان إيه شكلك بتاع بابي ومامي؟ ها شكلك بتاع بابي ومامي يالا، تمام. فما تعرفش إن الدنمارك في 2005 أهاند الرسول صلى الله عليه وسلم ورسموا كاريكاتير عنه، وما تعرفش إن فرنسا برضو رسمت للرسول صلى الله عليه وسلم كاريكاتير وأهانوه وسبوه وشتموه. ما تعرفش يا بابا، ما تعرفش يا حالتها. ما أنت شكلك منهم يلا، شكلك منهم. انتوا بس عايزين ايه؟ تصنعوا فتنة. بس والله العلي العظيم مصر هتفضل كبيرة وكبيرة عن اي حد وغصب عن اي حد، ولا ابانوب عماد ولا امثال ابانوب عماد ولا امثالك انت يالا هيقدروا يهزوا من مصر شعرة. ما لما انت تبقى محترم يا روح امك. لما انت تبقى محترم. انا ببقى محترم مع المحترم وقليل الادب بزياده مع قليل الادب، تمام. ومش هقبل اهانه الرسول ابدا. مهما كان لا يهمني اهلي ولا زمالك، وانا مش طالع هنا عشان اتكلم اهلي ولا زمالك. انا بتكلم هنا على اهانه الرسولي، بتكلم على ديني اللي انا نفسي مقصر فيه ومش مسامح نفسي، بس يمكن ربنا يسامحني ويساعدني اني اكون معاه. منورنا يا استاذ مصطفى. فانا تاني باكد اننا احنا هنا مش بنتكلم عن دين مسيحي ابدا. الدين المسيحي فوق راسنا وبنحترمه وبنقدره، هي اديان سماويه، ولكن يبقى الدين الاسلامي دين الحق، هو الدين اللي ازاح الستار واللي اعطى للمراه حقها واللي منع الرقه ومنع المتاجره في المراه واداها حقها. صحيح زي ما بنقول ان الرجال قوامون على النساء، ولكن الكلام ده فيه تفسير، وتفسير كتير جدا 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 يعني. ولو عاوز تعرف تفسيره اسمع الشيخ محمد متولي الشعراوي، هو افضل من يكون يعني اهل من يكون رحمه الله، هو اللي يفسر الموضوع ده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اشرف الخلق المرسلين. ريتاج محمد مش هيتمسك ومش هيحصل له حاجه. انا ما اعرفش انت مع ولا ضد الله. لا ريتاج محمد لا ان شاء الله يا استاذ ريتاج هيتمسك الا رسول الله. ابنوب ده ابن، والله مش عارف اقول لك ايه.
انت نفسك ما قدرتش تكملها عشان انت باين عليك انسان محترم. عموما انا حاولت اقول اللي عندي، وقلنا في النص للناس اللي داخله هدفها بس الاخبار، قلنا لكم الاخبار، وخد يا سيدي عندك اه، خد يا ارمط عندك اهو محمود مرعي و يعني كم اسم كده اهو على رادار النادي الاهلي. يلا يا سيدي اتاكد لك منه، مش انت عايز ده يا ارمط؟ استنى يا ارمط اجيب لك الاخبار يا ارمط. بوبو محمود مرعي يقتربان من الاهلي. شوف ده انت عايز تسمعه، اسمعه يا سيدي. واقول لك على حاجه كمان، محمود حماده عايز الاهلي تمام، وسك الزمالك على دماغه من الاخر من الاخر. شوف ده اللي انت عايز تسمعه، اسمع يا سيدي تمام. وميدو واحمد مرتضى منصور شغالين على ودنه مع النيل، شركه النيل. الله اكبر الله اكبر. فليب كورسوا، اسمع يا ارمط اسمع يا ارمط اسمع يا ارمط. يلا فليب كورسوا يا بيه طار من النادي الاهلي الى نادي ريد ستار الصربي، والزمالك عايز مفاوضات مع الياس الجلاص. مش هو ده اللي انتوا عايزين تسمعوه؟ خلوا العين غامضه والود مسدوده عن اهانه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي انتوا عايزين تسمعوه، هو ده اللي انتوا عايزين تسمعوه. عموما احنا يعني ايه حاولنا نوعيكم لو اتمسك هيحصل مشاكل كتير. لا ان شاء الله هيتمسك، ما هو ان احنا نقبل بقى اهانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانه يتم اتهامه بالزنا، وان يتم اتهام ده مش بيتم اتهام اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بس، ما هو الاتهام ده يعني اتهام أمة محمد كلها يا جماعة. ما هو يطلع لي واحد زي إسلام البحيري، وواحد قبل كده برضه كان أهان الرسول صلى الله عليه وسلم ورسم كاريكاتير. ما هو لو ما هيحصل مشاكل، ما هو لازم يحصل مشاكل عشان اللي زي أبانوب عماد ده وامثاله ياخدوا عبره. ما احنا لو سكتنا لمؤاخذه نبقى مركبين قرون، وقرون الله الله يعني الله ينور. اقل سقطه فيك يا بلد اشرف من ابانوب عماد، من ابانوب عماد ده عشان يهين الرسول صلى الله عليه وسلم. لا مسلم ولا مسيحي على حق هيهين دين اي حد من التاني. يعني ايه رسولي يتم اهانته وسابه بالشكل ده؟ وغيرهم قاعدين ومربعين ومستربعين يا استاذ ريتاج، بس احنا بنحاول نقول كلمتنا، بنحاول نقول كلمة الحق، لان لو على رقابينا مش هنقبل اهانة الرسول صلى الله عليه وسلم. والواد اللي داخل بتاع بابي ومامي ده خليك في حالك احلتها، لان مش هنقبل اهانة الرسول. وتاني باكدها، انا مش بتكلم عن اي دين، احنا بنتكلم عن انسان بغيض اهان الرسول صلى الله عليه وسلم بابشع ما يكون، ومسكوت عليه. فمين ده؟ مش هنقبل ابدا انه يتم اهانة الدين الاسلامي، ولا انه يتم اهانة الرسول صلى الله عليه وسلم. المرة دي مش من فرنسا ولا من بلاد، المرة دي من واحد مصري بكل أسف.
عاوز يصنع فتنة بين المسلمين والمسيحيين، وأهان أمة محمد كلها دون استثناء بأنه بيتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا. فين بقى المسؤولين عن الناس دي؟ ازاي واحد زي ده يساب؟ معناها ايه؟ يعني ايه انا اسمع واشوف بقى حاجه زي كده؟ لما الناس الجديد والشباب الجديد والاطفال الصغيرين يتفرجوا على حاجه زي دي، معناها ايه؟ معناها اننا نربيهم على اهانه الرسول صلى الله عليه وسلم واهانه الدين الاسلامي، ونقبل ان الرسول يتقال عليه زاني؟ يعني ايه؟ فين الازهر الشريف وفين المسؤولين؟ واحد زي ده لازم يتعدم في ميدان عام. الرسول ده سيد الخلق. عالم فاضي يا ربنا. ما عشان حضرتك واضح ان انت يعني بدون الكلام مع حاجة ما تستاهلش، شكلك طبعا ان انت موافق على زميلك عمله. والله بص حضرتك، اللي يقول يقول واللي بيقبل يقبل، احنا ما بنقبلش، احنا بنطلع نقول الكلمة. حصل حاجة او ما حصلش، في النهاية ربنا هو اللي هيذكر موقفنا، مش انا ولا انت ولا انت ولا انا اللي هنذكر مواقف بعض. مواقفنا ربنا هو اللي هيذكرها. لا حضرتك، مش هقول لك المسلم ولا الكلام ده، بس المحترم عمره ما هيشتم اي اديان. المحترم عمره ما هيشتم اي اديان، اي حد يشتم اديان لابد من حسابه وحساب عسير. عموما احنا قلنا اللي عندنا، قلنا اللي عندنا، وان شاء الله امثال ابا نوب عماد واللي بيقبلوا على نفسهم اهانه الرسول صلى الله عليه وسلم بالشكل ده كلهم هيتحاسبوا. واذا ما تحاسبوش، اذا ما تحاسبوش في الدنيا، الاخره موجوده وهي الحياه الباقيه. ما تسألش يا أستاذ عمر، واضح إن يعني أقول لك إيه، ما تسألش، إحنا بقينا في عالم والله الرد عليكم يعني خسارة فيكم. حضرتك هو غلطان لأنه مش من الصح الإساءة، بس حضرتك ما يضاقش إن ديننا يتشتم زي لا، أنا عمري ما نشتم في المسيحيين.
انا كنت اصلا شاكك في اللي اسمها ريتاج دي. لا هتعرفوه، هتعرفيه يا بابا، هتعرفيه هتعرفيه، لانه انت خسارة يتسمى اسمك في محمد. واضح انك دسيسة او داخلة كده اهو وخلاص. بس والله كل واحد اهان محمد صلى الله عليه وسلم هيتحاسب، وهيتحاسب حساب عسير. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد اهان مسلم او اهان مسيحي او اهان الدين المسلم او الدين الاسلامي او الدين المسيحي او حتى الدين اليهودي. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد اهان محمد صلى الله عليه وسلم. ما عنديش كلام تاني.